الحوار النهارده مثير جدا، لانه النهارده حوار ماذا يكون الثمن اذا استسهلنا، هذا هو عنوان النهارده. طبعا اسم كبير وقيمه علميه كبيره وضيف عزيز علينا جدا بلا شك، طبعا استاذ الاساتذه واحد من كبار جراحي المخ والاعصاب ليس في مصر ولكن في الوطن العربي، واسم عالمي متميز، هو استاذنا الاستاذ الدكتور يسري انور الحميلي. الاستاذ الدكتور يسري الحميلي أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيوروسباين للجراحات المتخصصة. أهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور. منور دكتور. ربنا يخليك. هل ندفع الثمن غاليا جراء التساهل والاستسهال ولجوءنا إلى أساليب غير منطقية؟ الحقيقة طبعا يعني مش صح إن احنا نلجأ إلى أساليب غير منطقية أو أساليب غير علمية في التعامل مع مشاكلنا بشكل عام، والكلام ده بيبقى شديد الخطورة في الطب وبأشد من أشد ما يكون خطورته في مجال العمود الفقري. ليه؟ لأن مجال العمود الفقري عشان ده مجال صعب ومجال التحدي فيه كبير جدا، وعشان الجراح ينجح فيه ويبدع ويطلع نتائج مرضية للمريض صعب جدا، فالناس بتضطر إنها حاجة من اتنين، يا يهرب يا إما يدور على واحد يبيع له الوهم، وما أكثر من يبيعون الوهم. ودايما بتبقى التجربة المريرة دي يعني هي صحيح بتعلم، لكن التعليم بتمنه. فدايما بنقول إحنا دورنا، ويمكن إحنا بنستقطع وقت من وقتنا إن إحنا نيجي في الميديا ونتكلم، وبرنامجك له دور كبير جدا في المجال ده، إن إحنا نوعي الناس ونفهمهم إن العمود الفقري ما ينفعش فيه يعني أبيض يا أسود، ما ينفعش فيه رمادي، أهو ده بقى المجال اللي ما ينفعش فيه غير المتميزين. ما هو زي كاس العالم كده، مش أي حد بيدخل ومش أي فرقة بتنجح ولا يعني، والكبار برضو بيقعوا في كاس العالم. عايز أقول إن العمود الفقري من أصعب المجالات اللي ممكن نشوفها في الجراحة، ويمكن التحدي عندنا في بلدنا أكبر بكثير جدا من أي حتة في العالم. ليه؟ أنا بشتغل مع الخواجات على فكرة، ويمكن أنا الجراح المصري اللي بيسافر جزء من وقته كل شهر مرة أو مرتين يشتغل في دول أوروبية ويعمل عمليات هناك. شغلي مع الخواجات خلاني أشوف قد إيه هم مرفهين ومنعمين، وقد إيه إحنا يعني ناس طلع روحنا. في ظروف صعبة. طبعا إحنا بنشتغل في ظروف صعبة، وإحنا أكثر حرصا على المريض من اي حد تاني، مع احترامي طبعا الناس الاساتذه الكبار اللي على فكره دي ده سمعته الفتره الاخيره دي كتير قوي، يعني الطبيب المصري الجيد، طبعا في ناس مالهاش دعوه مع كل مهنه وفيها وفيها، يعني عنده كير على المريض اكتر من الطبيب الغربي. الطبيب الغربي بيعمل العمليه خلاص ما بتزعلش. هو الطبيب الغربي طبعا عنده كير، وكير كبيره جدا، واحنا تعلمنا منه الكير الحقيقه يعني، وتعلمنا منهم العلم. هم بس عندهم جزئية يعني هي عندنا احنا اكتر، ان احنا بنشيل على عاتقنا النواحي الاخرى، النواحي الاجتماعية والنواحي المادية والنواحي البوست اوبراتيف وما الى ذلك، واحنا بنشيل عبء العملية اللي مفروض ما نشيلوش، لان في عنده هو هناك تمريض وعنده ناس تانية، هو بيعمل عملية وبيروح وعنده بالموضوع ببساطة واحد زائد واحد يساوي اتنين. أنا عايز أقول لك على حاجة، اللي بيميزنا إحنا ويخلي الخواجات يشغلونا أو يقتنعوا بشغلنا ويعتبروا واحد زي مثلا خبير وسطهم، إن أنا بشتغل حالات صعبة ومعقدة جدا جدا، عشان هم يشتغلوها بيحط 100 شرط و100 سبب و100 فبالتالي تميزنا في إن إحنا نعمل الحالات الصعبة جا من إيه؟ جا من إن كل عيان بيجي لنا بعد ما المشكلة بتبقى تفاقمت. بيجينا ده احنا ساعات بيجينا حالات كتير جدا جاية عاملة عمليات في أماكن تانية، والعمليات دي بايظة وفاشلة،
واحنا تميزنا في الجراحات المرتجعه. عجبني قوي قوي ان في احد الزيارات ليا الاخيره لقيت احد الخواجات محول لي وهو استاذ كبير جدا ويعتبر استاذي في مجال العمود الفقري، مخلي 2 عيانين عاملين عمليات قبل كده منتظريني اخد فيهم قرار وانا اللي عامل لهم العمليه. اللي هي عمليات مرتجعه لان العمليه مرتجعه، وهو شاف من خلال شغلي من خلال عرضي لحالاتي قد ايه انا مثلا في العمليات المرتجعه دي بقدر احقق نتيجه كويسه جدا جدا. وعجبني جدا التواضع والادب الشديد جدا اللي بيتعامل بيه استاذ مع تلميذه، انا بالنسبه له تلميذ، هو اللي علمني ان هو بيبقي لي حاله صعبه ويقول لي انت هتعملها احسن مني. فعايز اقول ان مجال العمود الفقري التميز فيه ما بيجيش بسهوله، وحته ان الناس تاخد بالها من اللي بيتقال يعني انا بشوف كتير جدا في الميديا حتى الايام دي التقليد بقى كتير قوي، وكان الموضوع بقى عامل زي البضاعه الصيني، كل واحد يقوم فاتح اوضتين ويكتب عليهم مركز. يعني مش سهل ابدا انك يبقى عندك مستشفى ومركز مجهز انك تعمل عمليات كبيره في المخ والعمود الفقري. الموضوع ده محتاج امكانيات كبيره جدا، ما تخلوش حد يضحك عليكوا يكتب لك مركز وياخدك على عياده اوضتين ولا اوضه وصاله ولا اوضتين فاتحين في بعض، ده مش مركز ابدا. ويعني عشان تبقى بتعمل حاجات في العمود الفقري لابد ان انت يبقى معاك امكانات. انت بتتكلم في تجهيز بملايين الدولارات مش الجنيهات، والكلام ده محتاج تدريب عالي جدا. الناس اللي بتقعد برضو سمعت في الميديا حاجات في الآونة الأخيرة بيقول للناس ان هو الجراحات الملاحية دي احنا بنستخدمها في نطاق ضيق جدا. ازاي في نطاق ضيق جدا؟ اذا كان أوضة العمليات الحديثة لابد ان تكون مجهزة بالجراحة الملاحية. ما عادش مقبول في مجال جراحات المخ، المخ بالذات تحديدا، ان احنا ندخل نعمل عملية بدون ما يبقى معانا الجراحة الملاحية، زي ما عادش مقبول في مجال العمود الفقري ان احنا يبقى عندنا الايمج جايدد سيرجري او الجراحه في وجود جهاز الاشعه، سواء كانت الاشعه دي اشعه مقطعيه، اشعه رنين، اشعه ثلاثيه الابعاد داخل غرفه العمليات. الكلام ده هو منظومه التقدم والتكنولوجي. ما بقاش اختيار بقى ان انا اعمل بدي او ما اعملش بدي، هو انت بتركب عربيه اوتوماتيك ولا بتركب عربيه مانوال. النهارده انت مسافر رايح مشوار بعيد، هتختار تاخد العربيه المانوال وتسيب العربيه الاوتوماتيك، ولا خلاص كل الناس بقى دلوقتي قليلا ما تجد عربيه مانوال؟ ليه؟ ده تكنولوجي بيساعد اكتر، بيقدم نتائج احسن، بيدي سرعه، بيدي مهاره، بيدي تفرد، بيدي نتائج مذهله بتنعكس على المريض. بس ما نخليش حد يضحك علينا، اللي ما بيعرفش يعمل المجال ده هيحط لك فيه 100 عيب، زي ما بيجي لي عيان يقول لي الجراحه بالمنظار لا، اصل دي بترجع. ازاي بترجع؟ هي عمليه الجراحه بالمنظار هي عمليه كامله متكامله يتم فيها كل شيء. يعني مثلا الغضروف العنقي كان قبل المنظار حاجه صعبه مش سهله. صعبه جدا ولا زال كل اللي بيعمله من غير المنظار، احنا شايفين الغضروف العنقي في احتكاك مباشر مع العصب والحبل الشوكي. هنعمل ده ازاي؟ من خلال فتحه صغيره، ساعات بنعملها كده ورا بتبقى متداريه بالشعر، وساعات بتبقى الفتحه صغيره جدا بتبقى تتقفل بطريقه تجميليه ما تبانش في الجلد خالص، وبناخدها مع الخط بتاع الجلد اللي هو اوريدي فيه خط باين. وهندخل بقى بالمنظار هنشيل غضروف كبير جدا، هي نفس العمليه الجراحيه مع الفارق في الجراحه هيشيل كل العظم الاصفر اللي احنا شايفينه ده بالكامل عشان يوصل للمكان اللي هو عايزه. لكن لو معاه منظار، المنظار ده بيدخل من زوايا ضيقة من مساحات صغيرة جدا جدا وما بيحتاجش فتح كبير، فبالتالي أقدر أدخل بالمنظار على الغضروف مباشرة دون أن أحدث أي احتكاك أو لمس للعصب أو الأصفر اللي احنا شايفينه ده اللي هو الحبل الشوكي العصبي. وبالتالي عملية الغضروف العنق المعقدة الصعبة اللي كانت مليانة مشاكل أصبحت من أسهل ما يكون، والأسهل فيها كمان أن الفقرات العنقية بنستخدم فيها الغضروف الصناعي احسن بكتير جدا من استخداماته في الفقرات القطنيه. شوف بقى دخلنا ازاي؟ فتحه صغيره جدا، والاله اللي احنا داخلين بيها عباره عن ابره. ابره مكبره شويه. هو ده المنظار. بالظبط هو ده المنظار. بس المنظار هنا ما بيعملش شفط ونخرج، لا المنظار هنا بيعمل عمليه كامله متكامله يتم بها استئصال الغضروف بالكامل
زي ما احنا شايفين، وبنستأصل الجزء التالف من الغضروف ونسيب الجزء الكويس السليم، لان ده بيؤدي وظيفة وبيؤدي دور، مفيش داعي ابدا ان احنا نبوظه. التمدد الحراري والانزلاق الغضروفي، ايه التمدد الحراري؟ تردد الحراري. تردد الحراري ده برضو تكنولوجي، ده علم تاني وتكنولوجي تاني، وفي الجديد وفي الحديث، يعني في حاجات حديثة وفي حاجات قديمة. أحدث صيحات التردد الحراري هي التردد الحراري المقنن، اللي هو بيأتي في هيئة دفعات أو بالسد راديو فريكونسي. راديو فريكونسي البالسد ده ما بيحدثش تلف للأعصاب، فبالتالي ما عدناش بنشوف بقى المشاكل اللي كنا بنشوفها. احنا بندخل بإبرة إبرة ببنج موضعي، ما بنحتاجش بقى نفتح ولا أي حاجة خالص، والإبرة دي بتدخل لنا إبرة رفيعة جدا جدا على الغضروف. بس هنا بقى لابد ان الغضروف ما يبقاش فرقع، ما يبقاش وصل لمرحلة متناهية. ده بنلحق بقى المريض في المراحل الأولى وندخل بالتردد الحراري، بنغير طبيعة الغضروف المتآكل اللي عمال يدي ألم إلى غضروف صحي وفي وضع صحي أحلى، وبالتالي الغضروف بيرجع يمر بالمسار الطبيعي وما ينزلقش وما يحصلش المشكلة اللي المريض خايف منها. بس ده نعمله إمتى؟ لما نبقى جايين بدري، لما نبقى في مرحلة مبكرة، لما تكون الحالة لسه مايلد، تكون الحالة لسه مبكرة. دي الثقافة اللي لازم الناس تذكرها من دلوقتي. بس ساعات بقى الأمر يترك لتزحزح فقري بقى، الفقرات بتبدأ تتحرك من بعضها، وده بقت كتير اليومين دول نشوف لك. وشباب، بشوف شباب صغيرين، ليه الشباب بقت عندهم المشاكل دي؟ الحقيقة طبعا في الآونة الأخيرة تغير استخدام التكنولوجي استخدام خاطئ، ان احنا ما بنلعبش رياضة طول الوقت، بنبقى قاعدين بنذاكر. الولاد بيقعدوا يذاكروا على الأسرة، وبيقعدوا يذاكر على كرسي الأنتريه، ويقعدوا يذاكروا في الكافيهات، أماكن المفروض انها مش معدة للمذاكرة، دي معدة للترفيه. والقعدات اللي بيقولوا عليها عادات شبابية، تبص تلاقي الواد قاعد منضجع كده، يقول لك عليها اصل ده شباب قاعدين مع بعض، هو في ايده التليفون او التابلت ونايم كده، ومش محتاج بقى مكتب وكراس ويقعد يكتب. احنا استخدمنا التكنولوجي خطأ، وبالتالي بقينا نشوف مشاكل في العمود الفقري. والانتريهات يا فندم، تصميم الانتريهات والكراسي، فاكر زمان الكراسي كلها بتاعتنا زمان، الكرسي بص ليه كده 90 درجه، الواحد قاعد سدد ظهره كله قاعد بتاع. الانتريهات دلوقتي تلاقي الانسان بيغوص فيها، لانها مش معده للقعده الطويله ولا للمذاكره. كل حاجه ليها غرض، دي حاجه ترفيهيه بنقعد فيها وقت صغير قوي، او بنقعد فيها مسترخين لان احنا بنتفرج على تلفزيون او حاجه، لكن ما نقعدش نعمل بها شغل ونقعد على نؤدي بها عملنا زي ما بيحصل مع الكثير مننا، وبالتالي هيبقى في مشاكل، لان هقعد غلط، هلف رقبتي غلط، هلف ظهري غلط، هينحني العمود الفقري في وضع مش صحيح، هيؤدي الى تآكل في الغضاريف، ومن ثم هنبدا نشوف المشاكل التانيه. هنا بقى الجراحة الملحية له دور في التعامل مع ده. تثبيت الفقرات في أحدث صيحاته بنعمله إزاي؟ الشكل ده مكبر، ما يغركش إن دي حاجة كبيرة، ده حاجة صغيرة جدا. لما نشوفها بتركب على الفقرات، دي الفقرة عندنا المفصل ده تلف وأصبح مش ماسك كويس، والفقرة دي غالبا هيبقى معاها خشونة، وضيق في القناة العصبية، هيبقى معاها انزلاق غضروفي، هيبقى معاها تزحزح في الفقرات. هنصلح ده إزاي؟ بندخل بآلة بسيطة جدا، ومن غير ما نفتح بقى، ومن غير ما نشيل عظم، ومن غير ما نعمل الكلام ده. يا جماعة علم مش أي حد بيعمله، ما تخلوش حد يضحك عليكم ويقول لكم إن الجراحة العادية أحسن وأفيد، ما فيش الكلام ده. ده أنت بتحافظ على اللي خلقه ربنا بكل طريقة، علشان عمرك ما هتعوض الحاجة. شوف إحنا بنركب ده على الجزء اللي تالف من الفقرة، ما فيش داعي بقى اشيل عظم من الفقره، ما فيش داعي ان انا ادخل شريحه بقى ومسمار قد كده، حجمه صغير جدا. لو شفناه لما الفقرات بتيجي في وضعها الطبيعي دلوقتي وهو راكب، بيبقى راكب في مكان ما بيسببش الم للمريض، المريض شوف شكله ازاي، المريض هيقدر يتحرك، هيقدر يوطي، هيقدر يتني، هيقدر يفرد، هيقدر ينام في اي وضع هو عايزه. والاهم من كده انه هيخرج من غرفه العمليات على طول هيقدر يقف ويقعد ويتني. دي غرفة العمليات الحديثة، كل المربعات اللي احنا شايفينها دي أجهزة. أجهزة يعني إيه؟ يعني مكان لابد أن يكون مجهز تجهيز عالي جدا. يبقى لما بنقول احنا بنتعامل مع مركز أو مستشفى كبيرة، لابد أن احنا ناخد بالنا ما تبقاش أوضتين وصالة والناس تضحك عليها وهيدخل يعمل عملية وخلاص بالطرق التقليدية.
ده بقى ازاي المنظار بيدخل. ازاي المنظار بيدخل؟ المنظار ده وراه 100 حاجة تانية بتساعده. في جهاز أشعة هو على الشمال بيورينا المنظار دخل فين، في جهاز تاني مونيتور بيورينا الحجم الغضروف شكله ايه. احنا داخلين كمان مكبرين الصورة بالمايكروسكوب، وفي شاشة بتعرض عشان الممرض اللي واقف يبقى فاهم. النهاردة انا في غرفة العمليات بإشارة بعيني الممرض والممرضة بيبقوا فاهمين انا لازم عايز في مورك محترف طبعا. لازم يكون ده مجموعة تمريض خاصة بجراحات المخ والأعصاب، مش مجموعة تمريض عادية بالظبط. مش بقى واحد شايل شنطته بيتنطط من مستشفى لمستشفى، ودي غير دي ودي غير، ما ينفعش الكلام ده. النهاردة العلم الحديث بيخدم لما نبقى انت تعمل عملية في مكان مؤهل، تبقى تستاهل اللي انت عملته والمجهود اللي انت عملته. ما تخليش حد ياخد منك فلوس قد كده في كلام فاضي. شوف المنظار هيدخل من فتحة صغيرة جدا، هيشيل الغضروف زي الجراحة ما بتعمل بالظبط، بل احسن من الجراحة، لانك هتتأكد تماما انك شلت الغضروف الصحيح وبنفس المقدار المطلوب، لا اكتر ولا اقل. ما بتستناش بقى ان انت تبص بعينك المجردة وتقديرك الشخص اللي ممكن يختلف، وشوف الجرحة قد ايه، بلاسترة صغيرة زي بتاعت التعويرة اللي اي حد فينا يعني زي بالظبط اللي عمل اللي قبل كده منظار مثلا مرارة، مش عارف عارف فتحة المنظار عامله ازاي بالظبط. يعني هي فتحة عبارة عن فتحة اقل من قطر القلم الجاف، وبالفتحة دي عملنا عملية كبيرة كاملة متكاملة، وطلع للمريض الغضروف بتاعه في إزازة، مش مجرد شفط وهيرد تاني. الكلام ده غير قابل لأنه يحصل، لأن ده علم ما هوش فهلوة. الناس كانت تسمع عن حال الفقرات دي وتهيأ لهم إن دي عملية يعني نقول عليها هلامية، عملية مستحيل، عملية من المستقبل، زي مثلا بالظبط كده بنجيب عربية بابانها مش عارف تفتح إزاي وبتاع، يقول لك العربية دي مستقبلية عربية، لكن دي عملية دلوقتي موجودة وبتتعمل، حقن الفقرات المكسورة. ده شوف ده لما انا دخلت التكنولوجي ده مصر في 2006 وسافرت المانيا عشان اخد لايسنس فيه، وابقى جاي معايا الحاجات القويه اللي تخليني اشتغل وانا على ارض صلبه، كنت عامل زي اللي بيدعو دعوه لبلد، يعني حاجه غريبه جدا. كان بعض الاطباء بيتريق ازاي هتصلح فقره مكسوره، احنا محتاجين ندخل نحط شرايح ومسامير ومش عارف ايه بابره وبالونه، ازاي هو في بالونه، هو احنا بنعمل قسطره قلب. شوف بقى النهاردة التكنولوجي انتشر وانا مبسوط ان بلاقيه انتشر. صحيح ما حدش بيستخدم البالونات لانها غالية ومكلفة زي عندنا، لكن احنا كنا رواد في هذا المجال. الفقرة اهي مكسورة، عملنا ايه؟ دخلنا مددنا الفراغ ده وفتحناه بالبالونة، وبعد ما اتفتح الفراغ ده بالبالونة هنحقن مادة. المادة دي عبارة عن مادة سائل بيتحول الى مادة صلبة شديدة الصلابة زي الجرانيت، بعد شوية الجسم هيحول المادة الصلبة دي كمان الى عظم طبيعي تماما. يبقى انا حولت المريض ده يعني بإبرة ببنج موضعي من عملية كبيرة جدا الى حاجة بسيطة قوي بيعملها في نص ساعة، بيقعد في المستشفى ساعتين ويروح. بس مين يعمل ده؟ بكرر تاني، ما تخلوش حد يضحك عليكم، الكلام ده مش في اي حتة ومش اي حد بيعمله. طيب تلغرافين صغيرين، تلغرافين سطر وسطر، ماذا يحتاج المريض المصري الحديث الآن من معرفة؟ 1 2 3. أولا لابد أن يبقى عينه على اللي بيعمل له الكلام ده، الموضوع مش مجرد كلام، الموضوع جراح ومؤسسة وإمكانات كلها بتتكامل عشان تصنع عملية ناجحة. الحاجة التانية ما تتأخرش، اوعى تتأخر، لأن التأخير كل ما بتتأخر كل ما الموضوع بيبقى أكبر فأكبر فأكبر. الحاجة التالتة اوعى حد يقول لك على الحاجات المتقدمة دي انها لا 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 ده بتستخدم في نطاق ده، لا 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 اصله، لان هو ما بيعملهاش، هو مش اشطر من الخواجات اللي احنا بنجيب منهم العلم. ما ينفعش، الهرم ما بيتقلبش، اوعى حد يقلب لكم الهرم. ربنا يخليك، اوعى حد يقلب لكم الهرم، خليكم دايما مع الدكتور.